أرجو أن يكون المرحلة اللي جاية بقولها للبرلمان يديني ضمان الدولة وليس ضمان الحكومة للقطاع الخاص لكي يأتي ويستثمر وهو آمن، مش إن حكومة تديله حاجات وياخدها وفقا للي أعلنته، تيجي حكومة تانية تقول لا الحكومة اللي فاتت مش مظبوطة وكان فيها انحراف وبعدل وهات ويرجع ويلغي ويعمل، لا، ضمان الدولة الدائمة وليست الحكومة التي تتغير بين وقت وآخر. تمام. اتنين، قانون بينادي به الدستور بيقول لازم يصدر قانون لتعويض الشخص الذي حبس احتياطيا وتحفظت قضيته واخد براءة. لو صدر هذا القانون مش هتسمع انه حد محبوس احتياطي، وإلا الخزانة تفلس بقى، ما تعوضه، هيبقى في بدائل للحبس الاحتياطي، او الحبس الاحتياطي لما يكون هناك يقين 100% بان في ادانه. القانون ده ماده 54 بتقول طلعوه وما طلعش في العمليه. الدستور بيقول المنع من السفر ده خارج عن المفترض، المواطن لا يحول دستوريا من السفر والتنقل والى اخره. والمنع من السفر الدستور بيقول لمده مؤقته، لازم يطلع قانون يقول انه اجراءات منع من السفر ومدته كذا. حينما يصدر هذا القانون العالم كله هيلاقيني بنظم حاجات كلها نداء 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 في الـ في الـ في العمليه. وارجع مره اخرى اخيره، القوانين الخاصه بحريه التعبير والراي والاخره لازم تحترم في العمليه، لازم نعلي هذه القيمه حريه الراي والتعبير، لان انا ده الامر ما لم يقتصر على هيومن رايتس والامنستي العفو الدوليه انها تقول لي، لا ده وزاره الخارجيه الايطاليه، وزاره الخارجيه الالمانيه، وزاره الخارجيه النرويجيه، وزاره الخارجيه الهولنديه تطلع قرار تدني في هذا المجال. لا، اعلي قيمه استقلال القضاء المصري اللي مضروب بره انه يعني مساله في غايه الاهميه. ما هو اذا ما حدش عرف ان انا عندي قضاء مستقل بيحصل ايه؟ المحاكم الجنائيه الدوليه والقضاء الدولي قضاء احتياطي للقضاء الوطني. اذا لم يقم القضاء الوطني باستقلاليته بالمطلوب بيروح للقضاء الوطني. والدليل عندي في حاجتين، تسليم البشير للمحكمه الجنائيه الدوليه جاء لان القضاء السوداني غير مستقل، تسليم ابن القذافي اسلام للمحكمه الجنائيه الدوليه لان القضاء الليبي غير مستقل، لان لو القضاء الليبي قام بواجبه القضاء السوداني مين يحكم على القضاء المستقل فيه؟ نعم، مين اللي يحكم على القضاء المستقل؟ لا، في معايير دوليه اسمها بنجلور للمعايير الدوليه لاستقلال القضاء، احافظ عليها واقول للعالم كله ان هذه المعايير الدوليه متحققه عندي. ما حدش بيشرح، ما حدش بيقول في حاجه اسمها معايير بنجلور الدوليه لاستقلال القضاء، اللي تحول ان لما حد يروح يشتكيني في المحكمه الجنائيه الدوليه يقول له محقق القضاء الوطني معاي. عندك مستقل، روح ده كلي انا في الموضوع. طب في العمليه، اذا في المرحله القادمه اعتقد وبامل ان نعتني بهذه الجوانب كلها في العمليه. في حته مهمه جدا، الوثيقه اللي طلعت في حقوق الانسان قايمة على الحقوق الاقتصادية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق السياسية، الحقوق إلى آخره. بره ماسكيننا ليه؟ لأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والى آخره بيسموها هناك حقوق الحياة مش حقوق الإنسان، بمعنى لصيقة بالإنسان لحياته يعملها أي نظام ملكي جمهوري ديمقراطي استبدادي، بيعمل حقوق الحياة للمواطنين دي. انما حقوق الحريات اللي هو بيدوروا عليها وبيعملوا لنا التقارير فيها اللي هي حقوق الانسان، حينما يصطدم الانسان بالسلطه، حينما يصطدم الانسان بالسلطه يبقى محاكمه منصفه، حق دفاع، حق طعن، مفيش تعذيب، يقضي العقوبه وفي سجون ملائمه، حريه الراي، حريه التعبير، ادي الحقوق اللي بيحاسبون عليها. لكن لما اقول له حق السكن وهعمل له ميه وهعمل له صرف صحي يقول لك دي حقوق حياه، ما هياش حقوق الانسان اللي انا بدور عليها.
فأرجو أن في المرحلة القادمة نعم هذا الشق من حقوق الإنسان نهتم بيه شوية عشان نفهم بره ويعملنا المعاملة المطلوبة.